بسم الله الرحمن الرحيم. معانا داتا بن 1708 اف دي سي. الشاشة دي عطلها قطع إضاءة، اشتغل ثواني وبعدين طفي. يا سلام صاحب، قال جيد غير الشعار. بعدين الحاجة تطلع كده، اشتغل بالبلوتوث. صوت عايز اطلع اغير بس الإضاءة اتقطعت. نشوف الوضع ده منين ونشتغل فيه. هات لي نفتحها ونشوف ايه اللي تعالى اشتغل. حبيبي أفك وصيف واللمبات الأول. كده دي أربع لمبات، ده لازم نركب الأربعة. لو واحدة فيهم مخرفة تشتغل ورا تشتغل ورا خالص، يعني دي لمبات سليمة.
تمام كده في رمبر من اللمبات دي فيها مشكلة. عرفتي؟ بس لهم واحدة واحدة. عرفت اللمبة واحدة بس. كريم اللي معايا. حطوا كل لمبتين اللي فوق. اللي هو واحدة. تمام كريمة. شوفي كريمة. ثلاث كده دي او ضمنها دي برضه سليمه. يبقى اللمبتين يكون دول قدام. في كرة في الدور الأول. قطع الجريد يبقى الجلد بتاعه مشكلة. في رصاصة حمراء. الحمراء برضه فيها مشكلة. عند كده هم بيفتح. كده في لمبة من فوق عاوزة اتنين. لو مشكلة كده عملت توصيل إضافي لحد ما شفت لمبة تبقى بايظة فيها فين بالظبط. كده لما يجي فيها مشكلة. مش هعمل المنوال ده كله وهعمل تعويض بيها من بره. ابتدي اعمل تعويض اللمبه اللي اتحرقت. انا هقص اللمبه نفسها من الاول. دراع اللمبه ده اتاكد الاول ان هي شغاله والاضاءه شغاله. يطلع صوره وتمام. يبقى كده هي اللمبه دي فيها مشكله. اللمبة دي هي كده اهو 60.
لمبات تحت خالص بقى، هغطي العمود بتاعي. وركبهم مطرح اللمبة. اشتغل تمام، ننزل اللمبة تحت الزيادة. كده كده عمل السيستم تاني. كده تمام، نختبر بقى الشاشة. أبدأ نختبر الشاشة بين الشخصين هذي. طلع صورة هي تبعتها لحد ما مقبولة. أدانا هي كده احنا عملنا مع فرصة. شكرا.